السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره وسار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ في هذا المجلس بعض الأحاديث من باب التطوع، من باب صوم التطوع في كتاب بلوغ المرام، ونجيب إن شاء الله تعالى على أسئلتكم بعد القراءة، وما فات منها نجيب عليه إن شاء الله تعالى بعد صلاة التراويح. اللهم استعملنا في طاعتك، وعنا على ذكرك وشكرك، وفقنا إلى قيام ليلة القدر وصالح العمل فيها إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. قولوا آمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم. الصوم من العبادات الجليلة التي جعلها الله تعالى شرعا لهذه الأمة وللأمم السابقة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا بيان أن الصوم عبادة ليست مختصة بهذه الأمة، بل هي عبادة مشروعة لهذه الأمة والأمم السابقة. وليعلم أن كل عبادة شرعها الله تعالى لهذه الأمة وللأمم السابقة هي من العبادات الضرورية التي بها يستقيم دين الناس، ولهذا شرعها الله تعالى على اختلاف الرسالات وتنوع البعثات، فكل رسول يأتي بشرعة ومنهاج، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فما تواطؤوا عليه واتفقوا عليه من الشرائع فإنه من مهمات الأعمال التي يحتاجها الخلق في إصلاح قلوبهم وفي تحقيق العبودية لربهم، والصوم من ذلك. وقد بلغ الصوم منزلة رفيعة عالية، أن قال فيه الحق جل في علاه كما جاء ذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا يدل على رفيع قدر الصوم، حيث إن الله تعالى أخفى أجره وتكفل بثواب فاعله، وذاك لعظيم قدر هذه العبادة من حيث حبس النفس عن المشتهيات والملذات لله عز وجل، ومن حيث أنها عبادة سر وبين العبد وربه، فليس ثمة من يراقب الإنسان في صيامه أصائم هو أم لا، إنما الذي يمنعه من أن ينتهك صيامه أو يفسده هو الله جل في علاه، هو مراقبته لله. ولهذا كان الصوم من مراتب الإحسان العليا التي يحقق فيها العبد
ما جاء في وصف الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فما الذي يمنعك وأنت خال أن تأكل أو تشرب أو تأتي ما منعت فيه من الصوم؟ الذي يمنعك هو أنك تراقب الله لا سواه، وترجو ما عنده لا غيره. ولذلك بلغت هذه العبادة هذا المبلغ الرفيع العالي والمنزلة الكبرى في سائر العبادات، فلم يأتي في عبادة من العبادات وركن من أركان الإسلام ما جاء في الصوم من قول الحق جل في علاه: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله سبحانه وبحمده. وهذا تذكير أن الأجر يتفاوت بقدر ما يحقق العبد فيه من الإخلاص وصدق النية والرغبة فيما عند الله عز وجل. ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم المعنى فقال: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. فجدير بالمؤمن أن يستشعر هذا المعنى وأن يستحضره في صيامه. وهذا الفضل المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، ليس مقصوراً على صيام الفرض، بل هو شامل لصيام الفرض وصيام النفل. وقد جاءت أحاديث عديدة في بيان عظيم الأجر وكبير الجزاء والفضل لمن صام لله عز وجل يوما، سواء كان فرضا أم نفلا، فقد جاء في الصحيح وسيأتينا إن شاء الله تعالى من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وهذا 70 خريفة يعني 70 سنة، مسافة مسيرة 70 سنة. وهذا إما على إرادة العدد وإما على إرادة التكثير، فإن 70 في كلام العرب تطلق ويراد بها تكثير الشيء وأنه كثير جدا، ف70 عند العرب تطلق على الشيء الكثير، ومنه إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فالعدد 70 و700 في كلام العرب يفيد التكثير وليس فقط العدد ذاته بالعد الذي يصل إلى 70. المقصود أن الصوم عبادة جليلة رفيعة القدر في فرضها ونفلها. ففي فرضها قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم أعنا على ذلك وبلغنا إياه بفضلك وجودك، ارزقنا هذا الصوم إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. وأما النفل فقد جاء فيه ما ذكرت، قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به، وقوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وصيام التطوع فائدته في أنه قربة إلى الله عز وجل، يتقرب بها العبد إلى ربه جل في علاه، وهو أيضا مما يكمل به العبد ما يكون من نقص صيامه، فإن الفرائض تكمل بما يكون من نوافل العبادات. وقد جاء ذلك فيما جاء في السنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد من عمله الصلاة، الصلاة المفروضة، أول ما يحاسب به العبد من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. وكيف صلاحها؟ صلاحها بأدائها على الوجه الذي أمر الله تعالى به، محافظة عليها على أركانها شروطها واجباتها، وإن فسدت بنقص فيها أو إخلال فقد خاب وخسر. ثم إذا كان أمره على هذا الأمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن انتقص من فريضته شيء، هذا في حال وجود الخلل في الفرائض، فريضته سواء كانت الفريضة فريضة صوم أو فريضة صلاة أو فريضة حج أو ما إلى ذلك من الفرائض، فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني هل له من عمل متنفل به يسد ما كان من تقصير أو قصور،
هل لعبد من تطوع فيكمل به من تقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. فينبغي للمؤمن أن يحرص على التنفل بسائر أنواع النوافل بعد الفرائض، فإن السبيل الذي يكمل به النقص والسبيل الذي يبلغ به العبد محبة الرب سبحانه وبحمده. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بعد الفرائض، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استنصرني لأنصرنه. إذا طلب من الله النصرة نصرة، ولئن استعاذني أي طلب حمايتي وعصمتي لأعيذنه، أي لأحمينه ولا أعصمنه. وهذه فضائل عظيمة يدركها الإنسان بتكميل الواجبات والاشتغال بصالح النوافل والقربات والمستحبات. المؤلف رحمه الله في هذا الباب ذكر جملة مما يتعلق بصوم التطوع، يعني الأحاديث الواردة في الأيام التي يسن صومها، وكذلك عطف عليه ما نهي عن صومه. وهنا يتبين لنا أن الله عز وجل تعبدنا بالفعل وتعبدنا بالترك، يعني نتعبد ونتقرب إليه بالفعل كما نتقرب إليه بالترك. وهذا تجده في الصلاة، فثمة أوقات نهي عن الصلاة فيها فتتقرب إلى الله بترك الصلاة فيها، لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فهذه أوقات نهي عن الصلاة فيها، فنتقرب إلى الله بترك الصلاة فيها. وأمرنا بصلوات في أوقات إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فنتقرب إليه بفعل تلك الصلوات. وكذلك الصوم، أمرنا بصوم رمضان وندبنا إلى نوافل من الصيام ونهانا عن صيام أيام، فنتقرب إلى الله بفعل ما أمر وبترك ما نهى. وبهذا يعلم أن التقرب إلى الله ليس مقصورا على الفعل والإيجاد فقط، بل يكون بالفعل والإيجاد، ويكون بالترك والامتثال بالامتناع عن الفعل طاعة لله عز وجل. وبهذا تظهر العبودية لله، يظهر أنك عبد لله. وما أعظم هذه المرتبة لمن بلغها أن يكون عبدا لله، فأعلى المراتب وأسمى المنازل أن تكون عبدا لله، فإنها مفتاح الخيرات في الدنيا والآخرة، وبه يدرك الإنسان النجاح والفلاح والسبق والفوز. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ذكر في الحديث، حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صومي 3 أيام. هذا الحديث تضمن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن 3 أيام، والسؤال هنا عن فضل صيام هذه الأيام 3، ولعل ذلك نتج عن أنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصومها فسألوا عن فضلها والميزة التي اختصت بها هذه الأيام فصامها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أبو قتادة الأنصاري: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، ويوم عرفة هو يوم 9 من ذي الحجة، يوم 9 من ذي الحجة، وسمي هذا اليوم بهذا الاسم لأن الحجاج يكونون فيه في عرفة، فسمي اليوم باسم المكان الذي فيه أعظم القربات في ذلك اليوم، فإن أعظم القربات في ذلك اليوم مما اختص به ذلك اليوم دون سائر الأيام الوقوف بعرفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. فكان هذا اليوم مسمى بهذا باسم المكان الذي يقف فيه الحجاج، وليس خاصا، ليست هذه التسمية خاصة بأهل الموقف، بل هي للناس كافة. ولذلك سئل عن صوم يوم عرفة فأجاب صلى الله عليه وسلم فقال: يكفر السنة
الماضية والباقية، يكفر السنة الماضية، يكفر أي يستر ويمحو ذنوب السنة الماضية والسنة الباقية. السنة الماضية يعني التي سبقت يوم عرفة، والباقية التي فيها يوم عرفة. قال أبو قتادة وسئل عن صيام يوم عاشوراء، سئل عن صيام يوم عاشوراء يعني عن الحكمة أو الفضل في صيام هذا اليوم. ويوم عاشوراء هو يوم العاشر من محرم، وهو يوم كانت تعظمه العرب في الجاهلية، ولعل ذلك من تأثرهم بما كان من عمل أهل الكتاب. كان يوما تكسى فيه الكعبة في زمن الجاهلية وتصومه قريش. ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يصومونه، فسأل عن ذلك، فقالوا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل، نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من فرعون، وهو اليوم الذي هلك فيه فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحق منكم بموسى، فصامه وأمر بصومه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون وقومه، وقد صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه. أما ما يتعلق بفضله فقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صومه قال يكفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية يعني السابقة له. وأما اليوم الثالث الذي سئل عن صيامه أي عن سبب صومه وفضل صومه، فقال أبو قتادة وسئل عن صوم يوم الاثنين، وهو اليوم المتوسط للأسبوع، وسمي بالاثنين لأنه الذي يعقب الأحد، فالأحد هو الأول من الأيام، الاثنين الثاني، الثلاثاء الثالث، الأربعاء الرابع، الخميس والخامس. وبدأ العد على الأيام بهذا لأن الجمعة والسبت لهم أسماء ليست معدودة، فبدأ العد من الأحد الذي يلي السبت. وأما سبب ذلك فالله أعلم به، لكن الاثنين صامه صلى الله عليه وسلم، سئل عن صومه فقال ذاك يعني يوم الاثنين يوم ولدت فيه، فهو اليوم الذي ولد فيه سيد الورى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، بعثت فيه أو أنزل علي فيه معناهما واحد، والشك من الراوي، يعني هو يوم أوحي إليه أو أنزل عليه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الوحي يوم الاثنين بمجيء جبريل وهو في الغار صلى الله عليه وسلم، فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت هذه الآيات الكريمات أول ما طرق سمع النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، وبها نبئ صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الوحي، وذلك في يوم الاثنين. ولذلك لما سئل عن يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه، أي أنزل علي فيه القرآن. فهذا سبب صومه يوم الاثنين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث فيه إثبات فضائل لهذه الأيام الثلاثة، فيوم عرفة يوم عظيم جليل،
يوم تحط فيه الخطايا والسيئات، فكان من أسباب تحصيل الفوز بحط الخطايا والسيئات أن يصوم الإنسان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فهو أكثر الأيام التي يعتق الله تعالى فيها خلقا من النار أكثر من ليالي رمضان. وهذه فضيلة عظيمة، وهو محل لركن من أركان الإسلام، فكانت فضيلة صومه لمن لم يحج أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. وأما يوم عاشوراء ففضله في ما أجراه الله تعالى من إنجاء موسى وقومه. وأهل الإسلام يعدون نصر موسى نصرا لهم، وهذا حال المؤمن مع كل أهل الإيمان في كل زمان ومكان، يفرح بنصرهم ويسر بما أجراه الله تعالى لهم من الفتوحات. ولهذا لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم ما قيل، قال: أنا أحق بذلك، يعني أنا أحق منكم بموسى، يعني أن أفرح وأن أشكر الله تعالى على ما أجراه من النصر والفتح. وأما اليوم الثالث الذي ثبتت فضيلته في هذا الحديث فهو يوم الاثنين، فإنه يوم مبارك أنزل الله تعالى فيه ولد سيد الورى صلى الله عليه وسلم، وفيه أنزل عليه الوحي، وبعث نبيا للناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث استدل به الفقهاء في عدة مسائل. المسألة الأولى: استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج. في هذا الحديث دليل لما ذهب إليه عامة أهل العلم من استحباب صيام يوم عرفة لمن لم يحج. ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الأجر والفضل في صيام ذلك اليوم، فقال: يكفر السنة التي قبله والسنة الماضية والسنة الباقية، وفي بعض الروايات التي قبله والتي بعده. وفي الحديث من المسائل استحباب صوم يوم عاشوراء لجميع أهل الإسلام. في هذا الحديث دليل لما ذهب إليه عامة أهل العلم من استحباب صيام يوم عاشوراء. ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفر السنة التي قبله. وفيه دليل على أن فضيلة صيام يوم عاشوراء تدرك بصيام يوم عاشوراء فقط، وأما صيام التاسع فإنه سنة في صيام يوم عاشوراء، لكن لو لم يصمه واقتصر على صوم يوم عاشوراء أدرك الفضيلة. فمراتب صوم يوم عاشوراء مرتبتان: المرتبة الأولى والفضل أن يصوم يوما قبله التاسع، أن يصوم التاسع والعاشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بما يفعل يهود قال صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. والمرتبة الثانية من فضيلة صيام عاشوراء أن يصومه منفردا فيدرك بذلك الفضيلة، فيدرك بذلك فضيلة الصيام. هذا ما يتصل بمراتب صيام عاشوراء. بعض العلماء يقول مراتب صيام عاشوراء ثلاثة مراتب. الإخوان اللي يبي يرتاح يتقدم، الناس وقوف، فما يصلح أن يكون أحد مستلقيا. إذا بيرتاح يتقدم، واللي جالسين يسولفون يتقدمون هناك، إخوانكم يقفون للدرس، فإما أن تحضروا معنا ولا تخلوا للمجال لإخوانكم، جزاكم الله خير. حلقة علم وذكر، توسعوا لإخوانكم حتى يدخلوا. تفضلوا يا إخوان اللي أساس الطريق ما تحجزونه عن المارة. اللهم صل على محمد. إذن
بعض أهل العلم يقول مراتب صيام عاشوراء ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وقد جاء في ذلك حديث في مسند الإمام أحمد إلا أن إسناده ضعيف. المرتبة الثانية أن يصوم يوما قبله وهو يوم التاسع والعاشر، وهذا ثبت به النص. المرتبة الثالثة أن يصومه منفردا، وفي كل هذه المراتب يدرك الفضيلة بصوم يوم عاشوراء. فلو صام التاسع دون العاشر ما أدرك الفضيلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حيث قال في صوم عاشوراء لما سئل قال يكفر السنة الماضية، يكفر السنة التي قبله. فهذه فضيلة تتعلق بصيام يوم العاشر. لكن من لم يتيسر له إلا أن يصوم العاشر فإنه يدرك الفضيلة بذلك، وصيام يوم قبله مستحب. المسألة الثالثة من المسائل التي أفادها الحديث استحباب صوم يوم الاثنين، وهذا ليس خاصا بأسبوع أو بزمان، بل هو على وجه الدوام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد ذلك بيوم في شهر، بل قال صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه، فدل ذلك على أن صومه مستحب، ليس فقط في أسبوع بعينه، بل في كل الأسابيع. وبه يعلم غلط أولئك الذين يحتفلون يوم الاثنين في شهر ربيع دون سائر الاثنينات من صيام هذا اليوم الذي من بركته أنه يوم ولد فيه صلى الله عليه وسلم ويوم أوحي إليه فيه. فمن خص يوم الاثنين بشيء من ذلك لم يكن هذا مشروعا، بمعنى أن يخصه فقط بالاثنين الذي في شهر ربيع، هذا تخصيص لا وجه له، إنما هو في سائر الزمان في كل اثنين، هذا ظاهر النص. هنا في الحديث فائدة قد يلمحها الإنسان في هذا الحديث وفي غيره، وهو عظيم فضل الله عز وجل على عباده بكثرة أسباب المغفرة. فإن كثيرا من الأعمال رتب عليها من الأجر أن تكون سببا لمغفرة الذنوب وحتى الخطايا. فصوم يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله، وصوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده. وإذا نظرت إلى الصلاة على سبيل المثال، الوضوء سبب لحط الخطايا وخروجها مع آخر قطر الماء لمن أحسن الوضوء. الصلاة من أسباب حط الخطايا، فمن توضأ وأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وهي نافلة. فأسباب المغفرة كثيرة، والسبب في هذا أن أسباب الزلل والخطأ والمعصية كثيرة أيضا، فمن فضل الله أن شرع لنا ما نمحو به أثر الخطايا والذنوب بكثرة العمل الصالح، بكثرة أسباب المغفرة في الأعمال الصالحة. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يستحضر هذا المعنى في صالح عمله، أن يرجو أن يغفر الله تعالى له ما يكون من سيء العمل. والتكفير هنا يشمل معنيين، المعنى الأول مغفرة الذنوب، والمعنى الثاني سترها. فالله تعالى يتفضل على العبد بأن يمحو عنه الخطايا ويتجاوز عنه، وأيضا يسترها عليه، وكلاهما فضل له كبير منزلة عند الله عز وجل، وعظيم أجر وفضل لمن صدق في طلب ما عند الله عز وجل من الأجور. ولقائل أن يقول طيب إذا كانت عرفة تكفر السنة التي قبله والسنة الباقية، فما الذي يكفره عاشوراء إذا صامه، لأنه قال يكفر السنة الماضية؟ قال العلماء إن التكفير للذنوب هو الثمرة المحصلة لمن صام هذه الأيام على الوجه الذي يرضاه الله تعالى. فإن لم تصادف هذه الذنوب هذه الأيام ذنوبا، فإنها
تكون أجورا. وقد قال الله تعالى: إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ولن يبخس الله تعالى عبده شيئا من العمل الصالح. فإذا لم تصادف الذنوب، لم تصادف هذه الأيام ذنوبا، تحولت من كونها كفارات إلى كونها أجور وحسنات. وذاك فضل الله الذي لا حد له سبحانه وبحمده، ففضله لا يحيط به الناس، فهي فضائل عظيمة كبيرة. وقد ذكر هذا جماعة من أهل العلم، فالنووي أورد إرادا وأجاب عليه بقريب من هذا الجواب. نقرأ ما قاله الإمام النووي رحمه الله في هذا الإشكال وجوابه. قال النووي في المجموع الشرح المهذب: فإذا كفر الوضوء فماذا تكفره الصلاة؟ وإذا كفرت الصلوات فماذا تكفره الجمعات ورمضان؟ وكذا صوم يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فالجواب ما أجاب. هذا الإشكال أو هذا الإيراد: أسباب الكفارات كثيرة، وذكر منها جملة: الصلوات الخمس، الجمعة إلى جمعة، رمضان إلى رمضان، عرفة، صوم عرفة، صوم عاشوراء، التأمين إذا وافق تأمين المصلي تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه الأسباب الكثيرة كيف تتوالى على موضع واحد؟ فيجيب رحمه الله فيقول: فالجواب ما أجاب به العلماء أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت له به درجات، وذلك كصلوات الأنبياء والصالحين والصبيان. هذا جواب رحمه الله، وهو مجمل ما ذكرت قبل قليل، من أنه إن صادفت هذه الأسباب ما تكفره من الصغائر أو الكبائر كفرته، فإن ذنبا كانت سببا لزيادة الأجر والمثوبة والعطاء من الله عز وجل. نسأل الله من فضله وأن يمن علينا بواسع كرمه، وأن يعاملنا بما هو أهل والمغفرة، لا يعاملنا بما نحن أهل من الإساءة والتقصير. بعد هذا يقول المصنف في الحديث الذي يليه: هذا الثاني ما ذكره المؤلف رحمه الله من أحاديث صيام التطوع، وهو صوم ست من شوال، وهذه الست جاء في هذا الحديث، حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض الله تعالى من صيام هذا الشهر، أتبعه أي ألحقه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أي كان كما لو صام السنة كلها. فالمقصود بالدهر السنة كلها، إذا صام ست رمضان وأتبعه ستا من شوال صياما كان كما لو صام الدهر كله، أي صام السنة كلها. وبيان هذا ما جاء في رواية عند أحمد أن صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، وبه تكمل السنة، لأن ستة أيام الحسنة بعشر أمثالها ك
كم يصير؟ ستة كم؟ لسات في عشرة كم؟ ستين شهرين، وعشرة وشهر بعشرة أشهر، فكان كصيام الدهر أي كصيام السنة. فمن صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان أجره وثوابه كما لو صام الشهر السنة كلها. هذا الحديث قول من صام رمضان استكمله طاعة لله عز وجل وطلبا للثواب عنده، ثم أتبعه أي أتى بعده بست من شوال كان كصيام الدهر. ولا يلزم من أن لا يلزم في هذه الأيام لتحقيق الفضل المذكور أن تكون والية لرمضان مباشرة، بل لو أخرها في بقية شهر شوال كان ذلك محققا للفضيلة، لأن المقصود ستا من شوال ثم أتبعه ستا من شوال، وهذا لفظ مطلق يتحقق بستة أيام من كل شوال، لا يتعين في ذلك أن يكون ذلك في أول الشهر أو في أوسطه أو أن تكون متتابعة أو أن تكون غير متفرقة، بل يصلح فيها أن تكون ستة أيام من شوال. واستحب بعض أهل العلم المبادرة إلى صيامها في ثاني يوم بعد يوم الفطر لأجل تحقيق تمام المتابعة على وجه الاستحباب. هذا الحديث فيه جملة من المسائل استدل به الفقهاء على جملة من المسائل. المسألة الأولى استحباب صوم ست من شوال، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء حيث قالوا باستحباب صيام ست من شوال لما جاء في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصوم الدهر كصيام الدهر، خلافا للإمام مالك رحمه الله، فإن الإمام مالك يرى أن صيام الست لا يتعين في شوال بل يكون في شوال وفي بقية السنة، لأن المقصود صيام ستة أيام بعد رمضان ليكمل بذلك صوم الدهر، حيث اليوم بعشرة أيام وستة بستين فيكون ذلك صيام الدهر. وما ذهب إليه مالك رحمه الله خلاف ما دل عليه الدليل، فالأولى والأظهر أن ما ذهب إليه الجمهور وأن فضيلة صيام الست هي فيما إذا صامها في شوال، فلو صامها في ذي القعدة أو في ذي الحجة أو في غير ذلك جمهور العلماء يرون أنه لا يدرك الفضيلة المذكورة في حديث أبي أيوب، إنما تدرك الفضيلة إذا صام ستا من شوال فيها. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث جواز تفريق صيام الست في شوال وأن يؤخرها عن أول الشهر إلى أوسطه أو آخره. في هذا الحديث دليل لما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن فضيلة صيام ست من شوال تدرك بصيامها في شهر شوال، سواء كانت متتابعة متفرقة في أول الشهر أو في آخره. ووجهه أن الحديث ورد بها مطلقا من غير تقييد، حيث قال ستا من شوال، وهذا يصدق على أي جزء من أيام، على أي يوم من أيام شوال إذا استوفى الست، وأن فضيلتها هي بالنظر إلى أن هذه الست مقابل ستين يوما مقابل شهرين فيكمل بها العدد. في هذا الحديث مسألة، وهي هل تدرك الفضيلة فضيلة الصيام لمن صام ستة من شوال قبل ما عليه من قضاء؟ ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الحديث يفيد أنه لا يدرك هذه الفضيلة إلا من صام ستة من شوال بعد فراغه من صيام ما عليه من أيام رمضان، إذا كان قد أفطر لعذر كما لو مرض أو سافر فأفطر، فإنه لا يدرك فضيلة صيام ست من شوال إلا بعد الفراغ من صيام الفريضة. وهذه المسألة ترتبط بمسألتين، المسألة الأولى هل يجوز التطوع قبل النفل، هل يجوز التطوع بالصوم قبل الواجب، هل يجوز التنفل بالصوم قبل الفراغ من القضاء؟ للعلماء في ذلك قولان، والصواب
أنه يجوز التطوع بالصوم قبل الفرض إلا أن يضيق الوقت، فلا يبقى قبل رمضان إلا وقت لصيام ما عليه، فهنا لا يشتغل بالتطوع بل يبدأ بالقضاء ثم بعد ذلك يتطوع ما شاء، وإلا فيصح أن يبدأ بالتطوع قبل فراغه من الفريضة. المسألة الثانية هي ما يتعلق بهذا، هل تدرك الفضيلة في صيام الست لمن صام رمضان، لمن صام الست قبل قضاء ما عليه من رمضان؟ استدل بهذا من قال بوجوب إتمام القضاء لتحصيل فضيلة صيام الست، ووجه الدلالة أنه قال من صام رمضان ومن بقي عليه أيام من رمضان لا يصدق عليه في قولهم أنه قضى، أنه صام رمضان، بل بقي عليه من رمضان ما يحتاج معه إلى قضاء، فلا تدرك فضيلة صيام الست إلا باستكمال صيام القضاء. وهذا القول له حظ من النظر وهو الأحوط في إدراك الفضيلة. أما القول الثاني فهو قول من يرى أن الفضيلة تدرك بصيام الست ولو كانت قبل الفراغ من القضاء، ووجه ذلك أن صيام ست من شوال يصدق على من كان عليه قضاء، لأنه لا يجب عليه أن يبادر إلى القضاء والوقت متسع، هذا من جهة، فالوقت واسع للقضاء. وثانيا أن قوله ثم من صام رمضان، من صام وأفطر أياما من رمضان فإنه يصدق عليه أنه صام رمضان، ولا يقال أنه لم يصم رمضان لكونه أفطر يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أقل أو أكثر لعذر، ولهذا يصدق عليه قوله ثم أتبعه ستا من شوال. وقوله ثم أتبعه ستا من شوال ليس المقصود الترتيب بين صيام رمضان والقضاء، لأن شوال بطبيعة الحال يأتي بعد رمضان، لكن المقصود أن يأتي بالصوم بعد فراغه من صيام الفرض الذي هو صوم رمضان، ولو لم يستكمل، أن يكون الفضل حاصل لمن صام ست من شوال ولو لم يستكمل صيام رمضان لأنه صام رمضان. وبهذا قال جماعة من أهل العلم، والأقرب من هذين القولين أن صيام الست تدرك فضيلته لمن كان عليه قضاء ولو صام الست قبل القضاء، لكن الأحوط في إدراك هذه الفضيلة أن يبدأ بالقضاء ثم يصوم ما يكون من النفل. لكن لو بدأ بصيام الست ثم صام ما عليه من قضاء لكون القضاء وقته أوسع والست وقتها محدود، كان ذلك سببا لإدراك الفضيلة، والله تعالى أعلم. هذا ما يتصل بالمسائل في هذا الحديث.